بول رستم يتوج فريقه بطلا لمرحلة ذهاب الدوري اللبناني لكرة القدم. حافظ الحكمة على موقعه في صدارة الدوري اللبناني لكرة القدم في اختتام مرحلة الذهاب بفوزه على السلام زغرتا بنتيجة 1-0. الحكمة انتزع النقاط الثلاث قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة عندما تلقى مهاجم الحكمة الناشئ بول رستم كرة سددها تحت أقدام الحارس. بهذه الخسارة هبط السلام إلى المركز السابع ب21 نقطة.